على الله المرة دي تاكل. مفيش جوع. من امبارح مفيش جوع، مالك؟ أنا هنا بعمل إيه؟ بتعلم الشباب وتوضح صحيح الدين. ليه؟ لأن ده دورك كعالم، تنقذ الشباب من الجهل. ولا عشان خاطر المال والجاه والقرب من السلطان؟ الإمام الغزالي قال، الإمام الغزالي كتب، يا ترى كل اللي بعمله ده خالص لوجه الله؟ انت أدرى مني بأهمية العلم. العلم ولا العالم؟ يا ترى وانا بعلم الناس بتعلم؟ كل اللي انا بعمله ده حبا في العلم ولا حبا في الدنيا؟ كأني طالع فوق جبل برجلي، وأول ما أوصل لقمته فوق أرمي نفسي في أكبر حفرة نار تحتي. يا حبيبي أنا معك في أي شيء تختاره، بس محبش أشوفك كده. يبقى ما فيش غير الرحيل. نظام الملك والسلطان مش هيقبله. أنا فعلا عايز أدي فريضة الحج، ومحدش هيرفض ان انا اديها، وبعدها هروح الشام. ممكن الاقي نفسي هناك. ما اني نويت السفر نيات الحج باذن الله. اللهم طهر قلبي من نفاق ورياء، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. هو جاهز للمهمة؟ مطمن؟ مطمن. أدى تدريباته؟ أيوة. صام وصلى وقرأ الآيات؟ أيوة. يتمتع؟ في انتظار الأمر. زيد بن سيحون الداعية الأكبر بنفسك. مين عارف ممكن تشوف مين تاني وتكحل عيونك بالنظر إليه؟ مين؟ سيدنا. قرب يا سعد. افرد كفك يا سعد. بخور تراب اعتاب الجنة هدية سيدنا.
قرب يا سام. آن الأوان أن يدخل المختار حلم الجنة.